الاخوه الاخ كي حضر نهار الجمع المبارك السعيد زعما صراحه تما واش تما لينا في تما من زغن يغزات في جمود الطبق نتاعو لان قبل ما لينا اتصل نقاط توغسن تدرش ولكن الاخوان سي رافي سي عبد الرافي عبد الرشيد ديسن يعني زي البدايه نشان نكتب لنا بين الاتحاد المغربي للشغل من داخل البنك الشعبي حتى انا نتجو زعما تسمى بركا نعاود تسمى المعاناه اللي نعيش تسمى في البدايه ديال التاسيس لا تتصور ولكن الحمد لله روح الوضع غايش تسمى المرحله اللي زعما الانسان يخدم تسمى باريحيه الطنقره ولكن بلايا مره ناقص الفضل المجهود الاخوان نخ كيف يعدني تسمى ذي المكاتب وكاروكو للمره الثالثه نشي نتجدد ننتقل للجامع العام يعني تسمى روح في السرداء اللي غنجد نكتب لنا يعني المكاتب اللي توا بين قبل الاخوان كامل في 2012 بقايش تصور اللي يلقاو هذا المسكا وغادي تصور لا تبغى تعيش المعاناة نتوالى بالطاس زي القرب نعيش معارضة بعض الإدارة وجدت ما يزيد تسمى يسهر الطاس ولكن الحمد لله قوني غير على رضا النظام شي مالي اللي تسمى تما عادي تكابر الصباح غا كيس من هاد الماشيني قافل هاد الإدارة قافل كامل غافلو والله ما تبغى تعز نخدم ولكن الحمد لله حتى يعني العلاقة إيجاري اللي جانا الإخوان في الدم إيجاد علاقة متينة قبل غيج اللي توشغيج سنة غيج يعني كبرت حالي ولهذا في الإدارة انتبهوا طبي باش نعاودوا في هذا البقرة الاتحاد المغربي للشغل في 2012 شق الشعار هو يتفارق بين بوسط هو مرسيدس العمل المنظم وحده الاخوان قال تنظيم الانسان من غير خسر يدي حياته التنظيم المجتمع الكامل ناقص البدايه المجتمع البشريه يخدم راه باه ياخذ التنظيم هذا هو اللي يخدم ويوالى ولهذا الشيء أنادي تسمى الإخوة جميع الإخوان الخرط الخرط ضد العمل النقابير من سوى في العمل النقابير العمل النقابير الحقيقي والجاد من قال حقيقي والجاد خاص السلطان لأن التصل النقابير ديني التصل العمل النقابير ضد تسمى العمل النقابير العمل النقابير ولكن في الأخير يتغيب تسمى مجرد تسمى حبر على ورق من يخصنا بنظر الإخوان بنظر من داخل الشرعية من سواق الشرعية يعني الاتحاد المغربي للشغل من سواق الشرعية مع الإخوان يخسر دابا اللي صار الطاس مثلا الشيء علاش هو المطي صار علاش هو التاريخ الاتحاد المغربي للشغل توفى في 1955 القيادة الإدارية ما تفرق حافظ خلاص تيجي الهدف أسباب يعني الهدف الأسماء هو الحفظ الكتلة الطبقة العاملة مثلا حسنا مكتسبة الحقوق يمكن أن يكون لدي وقتين بزمن الشأن الاتحاد المغربي للشغل ويس ويت جيبوا بشار ويت 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 توافقات توافقات لا يمكن لي توافقات لماذا فالحافظ التنظيم الحافظ خندقه بل الأم قبل ان يشهد مسؤوليه الملك بالتاريخ نطاسي النقب العمل النقبي من داخل المغرب هو ديولا النير يصارع طوال التمزوار وصلت النقب الاتحاد المغربي للشغل وانا خصنا تنظر اتنظر من داخل الاطار وخير دليل من تدير بعد النظر الاخوان كيمكن نقف المحاطين جميعا متى ما تسمى الاخوان قد تغيير جاء قد تغيير خصنا الانسان غاسيني اللي عقل فهم اللي قوات تقولش حاجه قوات تقولش قاديني أنظمة خطيرة جدا مثلا دوش أنظمة الدولي مصر دوش النظام المصري النظام التونسي تبغى تعتمد الشهر واحد وسنين مبارك وانت اللي تغيب ناخذ هذا بن علي هم قالوا فخذ بتونس بن عاش جيت هرب بن علي هرب بن علي هرب قال الإرادة الإنسان يعني قادرة تكفوش ولهذا الشيء والنفس دائما يقول إيه نصب الباب الشرعي هذه ناس بتاعتنا بنظر نظر دابا راح تعبوا انا غادي نمشي حاجه اكش شي اكش طوري واحد النظر الاخوان هو يوجد ولكن بفضل النظام وكذا مع لي تسمى مرض تسمى حتى حتى السوشيال تبدا باغي شي شغل واحد ولكن بفضل الصمود الاخوان وكذلك عيني غاتجي الرؤيه الواضحه
والرؤية الواضحة اللي عملنا في الحقيقة كنقش مالي الغد كأخزاحة للمدادي الغد وعبر كون تصبوحي جميع أعضاء المكتب التنفيذي الاتحاد الليبي لنظر حسيمة وكانت حاضرين معنا انتشارات المشهودة بسيطة ودائما تنطي البقر وحاليا الاتحاد الطلبي للشغل يسمى يعني في المدينة الطارقة ثم عيطس والشبكة على تركيز الأحضار وتمني خصي إخواننا في المؤسسة البنك الشعبي عاصمتي للثقة بعض الاتحاد الطلبي للشغل لأنني بينا ندخل بلد وتوالد يسهل بس التواصل يوذن متواصلين الطاس يدهم الدولين الجميع ونخصي لك حاجتي ومجددا أدعو جميع الإخوان إلى العائلة التنظيم ثم التنظيم من داخل النقابة لكم عليها وأحييكم بحرارة وشكرا.